اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير. ده الفيديو السابع من كورس مونتاج الفيديو من الهدف، والفيديو ده يعتبر اهم فيديو في الكورس لاننا هنشرح طريقه مونتاج مطلوبه جدا في سوق العمل، وهي طريقه البيرول. زي كده We all come into this world alone. And the lucky ones find that someone who lights a fire in them. In sync impulses of soul and sense. هنعرف مع بعض الطريقة بالتفصيل، بس قبل ما نبدأ عاوزين نعمل لايك وشير للفيديو عشان الفيديو ينتشر، ويلا بينا نبدأ. هنفتح البرنامج ونضغط على نيو بروجكت عشان نبدأ مشروع جديد. هنختار الصور والفيديوهات اللي هنشتغل بيها. وبعد كده نضغط اد، هتفتح معايا واجهة البرنامج بالشكل ده. هنلاقي الصور والفيديوهات اتضافت معايا بنفس الترتيب اللي اخترته، ولو عاوز تغير في ترتيب الصور او الفيديوهات هتضغط ضغطة مطولة على الصورة او الفيديو وتحركه. المونتاج ببساطة عبارة عن ترتيب الصور والفيديوهات مع اضافة مؤثرات صوتية وانتقالات بين المشاهد مع اضافة لمسات فنية لكل مشهد، وده اللي هنتعلمه في الفيديو ده. في كل صورة او فيديو احنا ضفناها هنضيف له مؤثرات صوتية ومؤثرات بصرية وانتقالات. وخلينا نبدأ بالصورة الاولى. في الصورة ديت انا عاوز الصورة تكون مخفية في بداية الفيديو وتبدأ تظهر معايا تدريجيا، هتديني تأثير حلو في بداية الفيديو، وعشان اعمل كده هنضيف كي فريم في بداية الفيديو من هنا. وبعدين تختار أداة الماسك وتختار الشكل ده. أداة الماسك ببساطة زي ما شرحناها في الفيديو اللي فات، إنك بتحدد الجزء اللي هيظهر في الفيديو والجزء اللي مش متحدد بيختفي، وأنا في بداية الفيديو عاوز تكون الصورة مخفية، فهخفيها بالشكل ده. بعد كده هروح على آخر الصورة ونضيف كي فريم تانية. وعند الكي فريم ديت أنا عاوز الصورة تظهر، فهروح على أداة الماسك تاني وأبدأ أظهر الصورة بالشكل ده. وتعالوا نجرب ونشوف النتيجة. بعد كده هنضغط على ساوند عشان نضيف المؤثرات الصوتية، ولو عاوز تعرف ازاي نجيب المؤثرات الصوتية او ملحقات المونتاج بشكل عام هسيب لك فيديو بيشرح الطريقة في الوصف، وهتلاقي جميع الملحقات اللي هنستخدمها في الفيديو برضو موجودة في الوصف. هنضيف المؤثرات الصوتية بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نعمل انيميشن للصورة. من انيميشن هنختار التأثير المناسب. بعد كده من ساوند هنضيف الموسيقى اللي هنمشي عليها طول الفيديو. الخطوة اللي بعد كده هنضيف انتقال بين المشهد والتاني، هتلاقي مربع ابيض بين كل صورة والتانية، هنضغط على المربع ونختار الانتقال المناسب. بعد كده من ستايل هنضيف تأثير للصورة التانية، هختار تأثير الـ 3D Zoom Pro. وده شكل التأثير. بعد كده هصغر طبقة الصورة بالشكل المناسب بحيث تتناسب مع الموسيقى. بعد كده هضغط على المربع ده عشان اضيف انتقال بين المشهدين، هختار الانتقال المناسب واضغط صح. هحدد الصورة اللي بعد كده ومن ستايل هضيف لها تأثير 3D زوم بحيث تديني الشكل ده.
هضغط على المربع اللي بين المشهدين واضيف انتقال مناسب واختار تأثير السنو. وتعالوا نشغل ونشوف اللي احنا عملناه. هنروح على الصورة اللي بعد كده واضغط على ستايل واختار تأثير الـ 3D Zoom Pro. عشان يديني الشكل ده. We all come into this world alone. We all come into this world alone. بعد كده هضغط على المربع اللي بين المشهدين عشان اضيف انتقال بين المشهدين. من افكت هختار تأثير البيرن. بعد كده هحدد الصورة ومن ستايل هختار تأثير الـ 3D Zoom Pro. بعد كده هضغط على المربع اللي بين المشهدين واختار الانتقال المناسب. هنحدد الصورة اللي بعد كده ومن ستايل هنضيف لها تأثير مناسب برضو. هنضغط على المربع الأبيض ونضيف الانتقال بين المشهدين. بعد كده هنيجي على آخر صورة ومن أنيميشن هنضيف لها تأثير. ومن ستايل هنضيف لها تأثير الـ 3D Zoom. وتعالوا نشغل ونشوف النتيجة. We all come into this world alone. And the lucky ones find that someone who lights a fire in them. زي ما انتوا شايفين خطوات بسيطة ونتيجة عظيمة. واخر حاجة هنعملها هنضيف فيديو للسيارة وهي بتتحرك. هنضغط على علامة الزائد ونضيف الفيديو. وبعدين هنضيف انتقال بين اخر صورة والفيديو بالشكل ده. ودي النتيجة النهائية. We all come into this world alone. And the lucky ones find that someone who lights a fire in them. In sync. بعد كده هنعمل استخراج للفيديو من هنا. استنوا الفيديوهات الجاية هنتعلم طريقة جديدة في المونتاج. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وبس كده، في أمان الله.